سيدي انا دابا الصدفه زوينه دابا العسل. نعم الصدفه زوينه هاني هاني وليدي. هذا المصيد انا بينه وبينه دابا واحد 10 سنين ما بقيت صيدت فيه. هذا هو 10 سنين ما جيتش لهاد البلاصه هادي، ما بقيت جيت لهاد البلاصه. ولكن دابا اليوم عولت غادي نجي هنا نشوف الله شنو كاين، نشوف ليطا ديال البحر. علاش 10 سنين ما جيتيش يا ابو العسل؟ كنمشي لبلايص اخرين، كنصيد بلايص اخرين. فهمتي فين صيدتي؟ صيد بوزنيقه، كنصيد هو الشراط، كنصيد هنا في بلاج مونيكا، كنصيد في ورايا سمير. فهمتي قول لنا واحد كلها كلها. مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. معنا الحاج العسري، يعني نقدروا نقولوا من اقدم الصيادة هنا في المغرب، اللي كيقول لك انه صيد يعني في المصايد كامله صيد فيهم الحاج العسري، وصيد حوشه يعني في الحجم ديالها 10 كيلو. السي العسري السلام عليكم. 10 كيلو صاحبي. السي العسري السلام عليكم. متشكرين يا رب العسري. الحمد لله. بغيتش نعرف ابو العسري معبرات كيف والو؟ لا الميزان عنده زايد 10 كيلو ماشي مشكل. سي العسري بحال داك الرئيس ديال الجزائر. سي العسري داك الرئيس ديال الجزائر غبي. نقول يا سي العسري بث مباشر دابا. سي العسري كيفاش بدات القصه ديالك مع الصيد؟ القصه ديالي انا من صغري، انا عندي نقول لك هذيك 8 سنين 9 سنين بديت كنصيد الحوت، غا كنقرا وكنمشي نهود البحر نصيد. 9 سنين؟ اه 7 سنين 8 سنين، وكنت هذيك الساعه باقي الحوت السبعينات. أول مصيدة لك فين صيدتي؟ أول بلاصة صيدتي؟ فاسي فاسي توا الصويرية، لا سمع الصويرية. يعني ماشي محمدية، الصويرية. أنا أسفي أنايا وساكن هنا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله على ناس آسفة، قول لي جود الكرم. لا تما ناس آسفة معطية الصيدة أبو العسل. تما العائلة ديالنا حنا ثاني كلشي خدامين في البحر، إلا أنا اللي ما خدامش في البحر. كي درتي تجي شي المحمدية أبو العسل؟ أنا مع الخدمة، خدمة خدمت بزاف ديال المدون، والأخرى ليا هي المحمدية. دخلت انا للمحمديه في 2001 صافي، بقيت هنا تاخذت لا روتريت وريحت. كاين شي حوت ابو العسري؟ كاين شي غادي مع الولاعه كيف ما كنقولوا حنا؟ ما بقى حوت والو وليدي، ما بقاش هنا الشيء لا غير من هنا. يا قول اخويا من الرباط وهود تتقرب لاكادير ما بقاش الحوت، ما بقاش ذاك الحوت اللي كنتو كتعرفوا. مع الجيش ابو العسري هنايا، مع الجيش. اه مع الجيش ابو العسري هاد البلاصه هنايا اليوم. يلا وصلت دابا واحد الساعه دابا. ما عادش غادي تمشي بحالك؟ غنمشي حتى للثمانيه ولا السبعه ان شاء الله. سبعه الليل؟ اه سبعة الصباح. اه حتى سبعة الصباح. من دابا حتى الغدا وانت هنا؟ انا هنا حتى الغدا، بيت هنا ان شاء الله. وما تملش ابو العسري ما تعياش. ما نمل ما نعيا، انا كنعود بخير وعلى خير دابا. ابو العسري اش يقول لك باللي الصيده كتعلم مولاها الصبر؟ لا زوينه مزيانه. قول لي الفوائد ديال الصيده. الفوائد ديال الصيده وهو بعداك لي ميسكل ديالك كاملين كيتحركوا كيتزبدوا سيرتو مع لاج. وثانيا الفوائد ديالها كتجي كتشم اليود، اليود 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 كياخذوا الطبيب، كيعطيه الطبيب للانسان اللي مريض كيعطيه ليه كومبريمي. انت كتاخذوا فابور؟ انت كتاخذوا بور. ها هو دابا راه حنا كنا كنستنشقوا اليود دابا، واليود مهم. باش مهم؟ دابا انا دابا نصيد يوم، غدا شنو؟ غدا الحد. اه نهار الاثنين كنحس بالصحه ديالي امبيكاب. با العسري واش اي واحد يقدر يولي صياد؟ خاصو يبدا غير من بشويه ويتعلم. حد سولت واحد الصياد واحد النهار قال لي الا ما كانش عندك الصبر وما كنتيش مصفي مش ولي الصياد. لا ماشي قادي تمصفي، ماشي قادي تمصفي وماشي قادي تصبر. دابا الشيء الا بغيتي تصيد كتبدا في الاول غاب داك الشيء صغير، تبدا من 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 البدايه، يعني تصيد قوريه، تصيد شي حاجه وتتعلم من هاد الرياس وتريح معاهم وتسول وكيفاش ندير لهادي. ولكن اي فكره عطاها لك الرئيس خاصك تاخذها. با العسري بعض الناس يقولوا، ماشي هادو يعني، بعض الناس يقولوا كيشوفوك جالس تيقول واه هذا ما عنده ما يدار، هاز قصبه ما هادي. قول لي اش كتستافد انت من الصيده؟ لا انا عندي واحد الاستفاده دابا، اولا صحيا فهمتيني، صحيا كتكون بخير وعلى خير. سمعتي وعاد نزيد واخا البرد يضربك واخا عادي البرد، ولو البرد واخا اللي بغى يكون ما كاين حتى مشكل. البال كيرتاح ابو العسل، البال كيرتاح. شوف كاين دابا بعض الناس اللي كيشوفوا لك هذاك خينا ما عنده ما يدير. لا وكاين الناس كيشوفوا كيقول لك يا ريت كنت انا كنت معلم نهوت انا نصيد بالقصبه ولو غنبقى في البحر. ابو العسل انت قلت لي صيدتي في الثمانينات والتسعينات ودابا؟ لا انا قول لي الولاعه ديال الثمانينات والولاعه ديال دابا شنو الفرق بيناتهم ابو العسري؟ واش ما بقاش البركه كيف ما كنقولوا؟ قضيه البركه دابا الحوت قهروه بالشباك، قهروه بالشباك. دابا هنايا كيجيبوا واحد المايه، كيجيبوا واحد المايه ديال كيفاش المايه؟ صح لينا باش نفهموا. العين ديال الشبكه، العين ديال الشبكه ديال 25 ولا ديال 20،
يعني باللي كيدير هو في البحر كتجمع كلشي الحوت الصغير كتقتلو. الحوت ما كيكبرش ما كيخلوش حتى كيكبر، وكتصور كيدي حوته فيها ما تكلش كتبان وي ما ديزاش في الماكله وكيديهم اصاحبي. واش كيستافد؟ خرجوا على البحر ما بقاش الحوت دابا بلاص. لا ما بقاش الحوت، وعاد هذوك الاتفاقيات اللي خدام دابا المغرب مع الاوروب ومع داك الصين ومع الاتحاد السوفيتي وهذا كلهم هذوك خرجوا على البحر. سي العسري قلت لي صيدت شي فلايس بزاف، فين صيدت شي بالعسري؟ لا انا كنت كنصيد هنا، كنصيد في وزنيقه، كنصيد هنايا في بلاج مونيكا، كنصيد وراء سابير. بالعسري عطاني شي بلاصه اللي حياتك كلها عمرها ما تنسالك صيدت فيها شي حاجه واش كبيره ولا شي؟ لا كانت اخويا هنا ورا هاد الدوره هذه ورا لا سيستا هنا. اها ورا لا سيستا هنايا زيد اسيدي واحد الصباح الطلونسيه الاولى ازريقه فيها 3 كيلو ازريقه. الثانيه الطلونسيه الثانيه ازريقه فيها 2.5 ازريقه. عطفش عندك قول لي يا با العسري. الثالثه ازريقه فيها 4 كيلو والله العظيم في هاد الدوره ازريقه مكلفه. قول لي يا با العسري كان فيزا فرق، كان فيزا فرق حيت هي دابا ملي كتكون كتسارى بحال الغنم ماشي وحده جوج كترعى كيف ما كنقولوا. هو ديال كترعى وضارب هنا واحد الدرعي ضارب شي دراعه لهيه واحد شي 10 سنين، وثاني ليها في ديك الجزيره كنت كنبات فيها ثاني ضارب واحد الدراعه حتى هما وزريقه وشعر غوات لهيه. ولكن كتبات في البحر ابو الحسن؟ لا انا ماشي ديما هادي مع اليوم رشقات ليا ثاني نعاود نجي نبات، وما انا كنخدم بالنهار كنجي نصيد بالنهار. ولكن ابو الحسن كما كنعرفوا يعني كتخلي وليدها شي وكتخلي مولي نطارو عادي. لا هانيه هانيه ما كايناش فيا شي بليا بغي مولي نطارو الفوق في العسري بحال هكا. لا انا دابا على قضيه الليل كنجي مره دابا في 4 شهور 3 شهور ولا شنو ولا كنجي الليل وما انا كنصيد النهار. شنو الفرق بين الصيده ديال النهار والصيده ديال الليل ابو العسري؟ ديال الليل بعد مرات كيدور فيها شويه الحوت. يعني ديال الليل احسن من النهار؟ لا ديال الليل بحال دابا بحال دابا البحر دابا اليوم ها هو كيبان لك فيه كيبان لك صافي فيه الضوايا، بالنهار ما يدورش الحوت حيت ضاوي كيبين بزاف. كتجيب الليل كيدور شويه لكن شي حوتات كيتسارى، وانا دابا جاي الليل كنت ناوي على الجاي ناوي هذا الواد غيكون مفتوح وغتكون الحمله ياسر وهذيك الشتا غتكون دايره هنا البحر بلا يكون احمر فهمتي؟ غيكون مقلب الحوت. لا غنكون جاي هناك وكان الماء احمر كنا جايين ناوي غنصيد على الفرخ. الفرخ؟ الفرخ الفرخ هذاك واش القرش؟ صنور هاكا ماشي الفرخ طاير. لا الفرخ الطير القرش سمك القرش. لا يا لا يا سمك الصنور. صنور صنور هنا كاين الصنور الصابلات. لا كاين ولكن داكشي قليل ما بقاش بدا كاين قارد حتى هو بدا كاين قارد هذا كيتسمى حوت الليل الصنور هذا كيخرج غير بالليل يتسارى. علاش با هو دوك باش تخلق هو تخلق بحال كون كيسرح بالليل. قولي لي الليل هو كيسرح بالليل عندك هو عندك المريني عندك موسايل هادو كاع كلهم حوت ديال الليل. بو العسري هاد الناس الجيل اللي طالع دابا بغى يولي شي واحد صياد وبغى يتولع معاك باش تنصحو بو العسري؟ لا اش غنقول لك اوليدي دابا ما نقدر نتحمل المسؤوليه ديال واحد. لا باش تنصحها باش تنصح مالو نصيحه الناس اش خاصو؟ يصيد يعاود يجي بحال البلاصه اللي فيها الرمله بحال هنا فين يتعلم شويه كيفاش يصايب القصبه ديالو كيفاش يصايب الصنار ويلونسي ويتسنى. ابا العسري قول لي كنشوفوك دابا انت كجالس هنا في الرمله كاين شي واحد اللي كيجلسوا في لافاليز والصخر شنو الفرق بين الصيده ديال الصخر والصيده ديال الرمله؟ هادوك ثاني دابا ديال لافاليز واخا دير لي اللي درتي ما تفرغ لك على لافاليز. علاش ابا العسري؟ هو هذاك بلاصتو تمايا ما هو كتعجبو كيبغي. قول لي عطفت النهار الاول عشقها. لا دابا هو عاجباه هذيك البلاصه ديال لافاليز. انا دابا ما نصيدش في لافاليز انا نصيد في كوستا هذا حيت مرتاحه وهنا ما كاينش لو ريسك تما كاين لو ريسك تقدر طيح تروح بزاف د الحوايج ولا يقدر يكون بالليل ولا شنو هو يدهز يدار معك شي حوت ولا شنو ينسى راسك وما تثبت راسك وتهود. هنايا لا هنا خدام مرتاح. لا نصيد حكو هنا ونمشي لذاك الحجر لهي راه هو نبات في هذيك الجزيره راه هي راك نبات فيها حتى هي بوحدي راه هي راه الجزيره الحرجه كيقول لها اييه كندخل لها ملي يكون البحر خاوي كيعمر عليا البحر ما نخرجش كتبقى فيها شي هرب تنصبح. بو العسري كما قلنا ان كاين قصبات غاليين قصبات رخيصه. زيد زيد انا غنجاوبك. جاوبني بو العسري. جاوبك. جاوبني. ماشي قضيه القصبه. ما بقاش الحوت اللي غادي تجيب عليه حتى قصبه ديال 2000 درهم. فهمتيني؟
كون باقي داك الحوت اللي كنا نعرفو نشريوه، دابا هادي راه شارينا ب 200 درهم جايب بها الحوت. هادي؟ اه هي باقا جديدة هي. 200 درهم؟ 200 درهم جايب بها الحوت ديال 10 كيلو. هاي. وهذوك اللي كيشريو قصدهم 2000 درهم 3000 درهم؟ 2000 درهم راه بحالها بحال هادي بحال. شنو الفرق؟ قول لي الفرق ابي عسل. هو باغي يشري ديال هذاك حنا كن. قول لي البنة الحرفة راه في اليد. لا في اليد وكيفاش تتعامل مع الحوت وتعرف المصياد وتعرف لي بارامتر ديال البحر. كيفاش كتعامل انت مع الحوت ابو العسل؟ الحوت ملي كيضرب عليك، انا دابا الحوت اسيدي ملي كيضرب عليا كتبان لي القصبه هودات، ما كنزربش كنخليه حتى كيورك على طريق اخرى. اللي كنمشي كنجيبو غا بشويه عليه حتى كنوصلو. الله يعطيك الصحة ابو العسري، شكرا بزاف. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشرة مع السي العسري أكبر صياد وأقدم صياد هنايا في محمدية تبارك الله عليه. إلى هنا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تفينك شوف بهذا القدر، على أمل نلقاكم في مباشر آخر. شكرا وإلى اللقاء.